السلام عليكم مباراة دولية ودية مرتقبة ستجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب الأنغولي في فترة التوقف الدولي القادمة حيث سنتعرف في هذا الفيديو على موعد وتوقيت إجراء هذه المباراة وكذا القنوات الناقلة يحتل المنتخب المغربي المركز الثاني عشر في تصنيف فيفا في العالمي للمنتخبات برصيد 1663 نقطة فيما يحتل المنتخب الأنغولي المركز الثالث 96 برصيد 1238 نقطة وسيحتضن ملعب درر لقاء المغرب ضد أنغولا في مباراة دولية ودية يوم الجمعة المقبل 22 مارس 2024 في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت المغرب الواحدة ليلا بتوقيت السعودية إن شاء الله ومن المرتقب يتم نقل مباراة المغرب وأنغولا على قناة الرياضية المغربية